très honoré d'être ici parmi vous et d'essayer d'avoir cette relation de proximité avec vous pour essayer de vulgariser ce que nous faisons à longueur de journée et dans un domaine qui est stratégique pour votre pays et qui est aussi stratégique un peu partout dans le monde. هذا اللقاء في جامعة بن طفيل اللي هي متعددة الاختصاصات هذا شرف بالنسبة للخزينة العامة وعبد ربيع أن يحل في هذه الجامعة اللي هي معروفة بالتطور ديالها في جميع الميادين وكل ما يتعلق بهذا الميدان وهذا الآن اليوم سنتكلم على المالية العمومية بين السياسة والاقتصاد والقانون. لقد تم اختيار هذا الموضوع لأنه هو أهمية بمكان، كما تعلمون فإن جميع السياسات العمومية ترتكز على المالية. المالية العمومية فيها موارد وفيها نفقات، والحكومة بأغلبيتها تحاول أن يكون هناك نوع من توازن بين الموارد والنفقات، وتركز على النفقات التي تهم الميدان الاجتماعي، لأن هناك طلب من المجتمع وكان حاجيات للمواطنين المغاربة عبر جميع المناطق لتلبية حاجياتهم من ناحية ديال البنية التحتية، من ناحية ديال المستشفيات، من ناحية ديال المدارس والجامعات، وذلك لهذا استثمار في الجيل هذا الجيل الحالي والذي نعول عليه بالنسبة لكل القرارات إن شاء الله اللي غادي يأخذها المغرب في جميع الميادين، سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة وجميع الميادين اللي هي تدرس في هذه الجامعة اللي هي معروفة بالأهمية ديها بمكان. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui l'honneur et l'immense privilège d'accueillir Monsieur Nordine Bensouda, trésorier général du royaume. Monsieur Bensouda est une figure éminente du paysage financier marocain et international dont le parcours et l'expertise dans le domaine des finances publiques sont remarquables. دخول جامعي خاص هذه السنة بجامعة بن طفيل اللي كيعرفوا واحد المجموعة ديال المستجدات تتعلق بتنزيل ولا التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لسريع تحول المنظومة التعليم العالي والبحث العلمي اللي جامعة بن طفيل وجدت لها مجموعة من التدابير مهمة. إذا دخول جامعي خاص وبغينا حتى المحاضرة الافتتاحية تكون خاصة هذه السنة، واليوم نستقبل الخازن العام للمملكة المغربية اللي غيتكلف بهذه المحاضرة واللي غيقرب الطلبة ديالنا والأساتذة ديالنا من المالية العمومية والبعد ديالها القانوني والسياسي والاقتصادي.